النهارده يا جماعة هشرح لكم فيديو غاية في الأهمية، فيديو لازم انت تفهم الفيديو ده مظبوط. الفيديو ده هيتكلم عن فحص المنافس او تحليل المنافس، تمام، واستهداف الكلمات المفتاحية اللي المنافس شغال عليها. في كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب بيقدموا لك انك انت ازاي تخش تبحث عن المنافس وتشوف اللي هو عنده صور وما عندوش صور، عنده فيديوهات وتحط فيديوهات والكلام ده كله يا جماعة، بس ما اهتموش ازاي احلل المنافس بدقة، او مش عايزين يظهروا الكلام ده عشان الكلام ده مدفوع وفي ناس بتدفع له فلوس علشان يقدر يحلل المنافس ويقدر يصدر في نتائج البحث. فطبعا مش في اي حد يديك المعلومة بالسهل كده، بس انا النهارده يا جماعة في القناة بتاعتي دي يعني ارجو انك انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدوس لايك، ولو في اي سؤال او اي حاجة بعد الدرس او بعد الفيديو ده ما قدرتش انك انت تظبطه او ما قدرتش انت تستوعب ان بقول ايه كده او في اي سؤال كده، ممكن تقدر تحط كومنت تحت بالسؤال وانا هرد عليه على طول، تمام. فهنرجع للموضوع الرئيسي يا جماعه، ازاي انك انت تحلل المنافس وتقدر يعني تستهدف كلمه مفتاحيه وتقدر تصعد بيها المرتبه الاولى في جوجل او الصفحه الاولى في جوجل اللي احنا كلنا بنحارب عشانها وعشان نقدر ندوس زيارات ونكسب من جوجل واعلانات جوجل، تمام. فاحنا نخش يا جماعه على طول هنا. طبعا يا جماعه انا اخترت هنا نيتش الربح من الانترنت، تمام. هنا يا جماعه انا عاوز دلوقتي استهدف كلمه ربح المال من الانترنت، تمام. هنا في اختيارات كتير قوي احنا طبعا هنتكلم عنها في انك انت ازاي تبحث عن الكلمات المفتاحيه والكلام ده، تمام. بس احنا ندوس بحث الاول، تمام. عندنا في الصفحة الأولى زي ما انتم شايفين يا جماعة موقع فرصة، تمام، والمواقع التقيلة دي المواقع دي اللي هي بتنافس على الكلمة المفتاحية، تمام. طب احنا خلينا متفقين ان الكلمة المفتاحية دي ربح المال دي كلمة قصيرة، واحنا عارفين الكلمات القصيرة من غير دخول في مصطلحات وكلام كتير انت مش هتستوعبه كده ومش هتفهم الكلام على طول، تمام. فكل انت ما الموقع بتاعك يكون جديد كل ما بتستهدف كلمات مفتاحية طويلة، تمام، علشان تقدر تظهر في محرك البحث يعني، تمام. فاحنا نخش مثلا على مقال عندي مصدر الربح من الانترنت، تمام، اوتوماتيك، تمام. فادينا هنشوف كده يا جماعة انا واخد المرتبة الثانية بعد موقع فهرس، تمام. موقع فهرس طبعا الموقع الكبيرة، تمام. فانت هتلاحظ هنا يا جماعه ان بقول لك تم التحديث، طبعا ده انا حدثت المقال بتاعي وتمام، وان شاء الله هيكون في فيديو حل مشاكل جميع الارشفه في المواقع علشان تقدر انت تحل مشاكل الارشفه وتظهر في محرك البحث، تمام. فاحنا دلوقتي يا جماعه عايزين نحلل او انا طلعت ازاي في الصفحه دي وعايزين نحلل الناس دي، تمام. فاحنا رايحين هنا على اول حاجه على الاتش ريفز، تمام. لو ما عندكش الاتش ريفز يا جماعه ما عندكش الاتش ريفز هتنزل تحت في القناه عندي هتلاقي في فيديو ان اي حد يعني في فيديو انا عامل فيه مسابقه ان انت اهو المسابقه ده يا جماعه انك انت تقدر تاخد ادوات سيو مدفوعه مجانا، عليك انك انت تعلق بس تحت الفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، وان شاء الله هسحب اول ما التفاعل يزيد على القناه هسحب ناس فايزه، تمام، نقدر نديهم الجائزه، تمام. فاحنا خلينا يا جماعه على طول في الشرح، فاحنا عايزين نحلل المنافس، عايزين نصعد في الكلمه المفتاحيه دي، فاحنا ناخد اول 10 كلمات، تمام. ده التحليل ده يا جماعه هيكون من الروابط، والروابط ده الناس دي واخده كام باك لينك، والناس دي طلعت ازاي في جوجل والكلام ده كله، تمام. فاحنا ناخد الرابط ونروح على الاتش ريفز، تمام، ونحطها هنا، وهنا ندوس يو ار ال عشان هنفحص الدومين بالصفحة المقال كامل، تمام. فزي ما انتم شايفين كده يا جماعه اليو ار ال الدومين اسيورتي بتاع الصفحه والبيج اسيورتي، تمام. هنا الدومين والبيج اسيورتي والكلام ده كله طبعا احنا عارفينه. هنا بقول لك ان الصفحه دي مش المقال ده او الكلمه المفتاحيه دي مش واخده باك لينك، تمام. هي الترافيك بتاعها بيجي 179، تمام، ماسك كلمات مفتاحيه 74 كلمة مفتاحية في المقال، تمام. الترافيك بتاعه ممكن يجيب لك $2، طبعا ده احنا طبعا ده يا جماعة بيكون على تحليلات الاكيربس ممكن يكون اكتر ممكن يكون اقل، تمام. ده اول حاجة، تمام. فاحنا عرفنا ان المقال ده هو مش واخد اي باك لينكات، تمام. ارجع تاني
ننزل على المقال بتاعي. حطه هنا. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعة، واخد 12 باك لينك تمام من 5 مواقع، ماسك 57 كلمة مفتاحية، الترافيك بتاعه 72. الترافيك ده ممكن يجيب $7 تمام. طبعا عند الموقع طالع عشان انا شغال عليه حاليا تمام. فغيره غيره يا جماعة، هنبدأ نفحص المواقع دي تمام. طبعا انت ما عندكش اصلا HREFs، زي ما انا قلت ان انا اقدر اوفر لك الHREFs مجانا، بس انك انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس تمام، وتبدأ تتواصل معايا وان شاء الله هوفر لك الHREFs مجانا تمام. نرجع تاني هنا يا جماعة للموقع دي تمام. فاحنا دلوقتي عرفنا، يعني عرفنا او فحصنا المنافس خلفيا مش في واجهة الموقع تمام، يعني ده الواجهة اللي ظاهرة للناس كلها تمام. احنا بقى اشتغلنا عليها بالروابط الخلفية والكلام ده كله، لسه هنشتغل برضه عدد الكلمات والكلام ده تمام. فاحنا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، احنا اشتغلنا على الرابط على HREFs تمام. فنخش هنا على طول، نخش هنا نشتغل على اداة الجين رانك، واداة الجين رانك برضه هتبقى من ضمن الدورة تصدر نتائج البحث، ودي بفضلها ان انا خلتني ان انا اتصدر في نتائج البحث والموقع او انافس مواقع كبيرة، الموقع بتاع الاستراليا تمام. فاحنا ناخد الكلمة المفتاحية هنا تمام، ونفحص الاداة تمام الجين رانك. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه، اداه الجين رانك بتقول لك المحتوى، الرانك المحتوى بيقول لك ان هو 58 تمام، وال اللي هو الرانك برضو الرانك اللي هو الروابط او المنافسين، هو رانك الباك لينكات، فهو بيقول لك ايزي، يعني انت ممكن تشتغل عليها من غير اي باك لينكات تمام. فاحنا ننزل تحت كده، يقول لك هو عايز 1000 علشان تقدر تصدر في المحتوى ده، عايز 1168 كلمة تنكتب في المقال تمام. طبعا زي ما انتم شايفين، أول واحد ده يا جماعة تمام، واخد سكور 57، طب أعلى من السكور اللي هو مطلوب أو نفس السكور اللي هو مطلوب تمام. والكلمات المفتاحية أو اللي هنا الكلمات بتاعتي أو عدد كلمات المقال 1000 1500 تمام، واللي اتكتب تحتي 2400 و1400 و1800 1800 والكلام ده كله تمام. جميل. فاحنا عرفنا ان الكلمات دي او المقالات دي مكتوبه من 2000 ل 1500 تمام، لا 2000 ل 1500 تمام. انت كواحد عادي تمام، كواحد عادي مش هتشتغل بالجين رانك، فافضل انك انت اقل من 2500 ما تكتبش في الكلمه المفتاحيه دي عشان تقدر تصعد درجه اولى تمام. اقل من 2000 كلمه ما تكتبش علشان تقدر تطلع في الليل في الصفحه الاولى. لو انت هتشتغل بالجين رانك، فانت تفضل انك انت ممكن تشتغل من 1500 ل 2000 برضه عشان تقدر تصعد في الايه في النتائج الاولى تمام. فكده احنا حللنا الكلمه المفتاحيه وعايزين نكتب كام كلمه مفتاحيه والكلام ده يا جماعه، يا رب تكون انت فاهمه معايا. ولو مش معاك الادوات المدفوعه ديت، انا هقدر اوفر لك الادوات المدفوعه دي، بس انك انت بس تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل كومنت، وان شاء الله كل ما التفاعل يزيد هختار ناس، اختار ناس تعمل او اختار ناس ان هي ادي لها الادوات ديت، او اساعدها ان هي تاخد الادوات المجانيه دي، المدفوعه مجانيه اسف، علشان تقدر تشتغل عليها والموقع بتاعها يظبط ويزود دخل تمام. فده كده يا جماعه احنا حللنا المنافسين تمام بطريقه الادوات المدفوعه تمام. في نقطه تانية في الجين رانك وانا بفضلها جدا جدا جدا، وازاي هو كاتب المقال، وازاي هو محدد الروابط، اسف محدد العناوين والكلام ده كله يا جماعه هتشوفه دلوقتي، هفحصه لك قدامك. تبقى انت كده انت سيطرت على المنافس كامل، يعني انت معاك 10 منافسين تقدر انك انت تخش تفحصهم كاملين من اداه الجيم رانك تمام. فاحنا مش هنخش نفحص دلوقتي، هنفحص من الصفحه الرئيسيه كاي يوتيوبر، تعلمك ازاي انك انت تحلل المنافس تمام. فاحنا كده يا جماعه هنخش هنا على الاداه دي تمام، وناخد هنا الرابط المقال
هنجيب مثلا المقال ده من الصدر ده ونعمل نسخ، تمام، نعمل لصق ده انا عايز. فزي ما انتم شايفين كده يا جماعه، هو بيعمل دلوقتي عمليه سحب للمقال كامل. هو بيقول لي خطأ ايرور في ايه. طب تمام، حلو قوي كده يا جماعه، هو كده سحب لي المقال، سحب لي المقال كامل، تمام. هنا بقول لك ربح، دي العنوان، ربح المال مجانا والعالم الانترنت فرصه والكلام ده كله، تمام. هو دي طبعا العناوين، تمام، والكلمات اللي هو اخر تحديث، اخر تحديث يوم 28/22، وربح المال دي الكلمه المفتاحيه او العنوان، تمام. وهنا برضو العنوان والكلام ده كليته، تمام، والفهرسه، ودي كلمات او ده الكود او المقال كامل قدامك كده يا جماعه، انت ممكن تفحصه كامل وتشوف هو شغال ازاي، تمام، عشان ما اطولش عليكم برضو. وده الباك لينكات اللي الداخليه اللي هو واخدها، تمام، زي ما انتم شايفين، تمام، كل حاجه هنا. ودي برضو المواقع اللي هو جوجل واليوتيوب وتويتر والفيسبوك، تمام. كده يا جماعه ده هو بيعرفك كل حاجه عن المنافس، كل حاجه بلا استثناء، كل حاجه معروفه عن المنافس حتى العناوين، تمام. في طبعا في ناس بتغلط جامد يا جماعه في حكايه العناوين ده، وبالذات في بلوجر، تمام. فانا اخش على الاتش، على الاتش 2، تمام. هو هنا كاتب بس في الاتش 2 ربح المال من الانترنت، ربح المال مجانا من الانترنت، تمام. وهنا افضل طرق ربح المال مجانا دي، هو عامل ثلاث عناوين اتش 2. شفت يا جماعه، يعني حاجه بص طبق من ذهب. فبقول لك انت في المقال بتاعك هو متصدر وعامل ثلاث رواق، ثلاث اسف ثلاث عناوين اتش 2، تمام، زي ما انت شايف كده، تمام. وهو كاتب 1200 كلمه او 1300 كلمه، تمام، ومستخدم ثلاث عناوين اتش 2، تمام، اللي هو في بلوجر العنوان. الاتش 3 كاتب هنا افضل طرق ربح من الانترنت وربح المال، كتابه المحتوى والكلام ده كله، بقى مستخدم تل اربع عناوين اتش 3، تمام. والاتش 4 مستخدم عنوان واحد، تمام. والاتش 5 مش مستخدم حاجه ثانيه يا جماعه، تمام. كده 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 الصوره يعني بدات توصل معاك انك انت المنافس ازاي واخد باك لينكات او واخد كام باك لينك، تمام. ازاي المنافس هو اصلا متصدر في الصفحه الاولى في المحتوى، كاتب كام كلمه للمحتوى، تمام. ازاي اللي واخد الصفحه الاولى واخد يعني اللي عنده العناوين مكتوبه ازاي وكام صوره والكلام ده كله هنعرفها دلوقتي، تمام. ونخش هنا بقى على المقال الاولاني، تمام. طبعا ده فهرس، طبعا ده طبعا موقع عام، مش نيتش خاص او نيتش، اسف يعني هو مش مايكرو نيتش، لا ده نيتش عام، تمام. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، طب تمام، شفت انت العناوين، شفت العناوين مكتوبه، سما اداه الجين رانك عرفتنا، تمام. كام صوره؟ هو حاطط صورتين، تمام، ثلاث صور، تمام، اربع صور، تمام. وكم رابط؟ دي رابط، اتنين تلاتة، اقرأ ايضا، تمام. وده تحليل صفحات عادي خالص، مفيش اي مشاكل في الكلام، تمام. ونخش على التاني اللي هو الموقع بتاعي، تمام، هنا الموقع بتاعي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا مش يعني انا حاطط بس صورتين، تمام، صورتين زي ما انتم شايفين، وفيديو بس، فيديوين ثلاثة، تمام، زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، ومتصدر في الصفحة الأولى، تمام. فيا رب كده المعلومة تكون وصلت لك، تمام. وازاي انك انت تحل المنافس بطريقة صحيحة، بطريقة أدوات مدفوعة، علشان تقدر توصل لهدفك وتظهر في محرك البحث جوجل، تمام. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو في اي استفسار او اي سؤال انت مش عارف تشوف له اجابة او تشوف له حل، ان شاء الله ممكن تكتبه في الكومنتات وهرد عليك على طول، تمام، او ترسل لي على الخاص تحت، هتلاقي رابط الانستجرام بتاعي،
ترسل عليه، وان شاء الله في اقرب وقت هبدا اتواصل معاك. وكان معكم ايمن القالي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.